السلام عليكم ما أعرف إذا البث بدأ ولا لسه آه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد آه. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه. إخوة المتابعين لدورة ريسك مانجمنت السلام عليكم رمضان كريم تصوم وتفطر على خير وان شاء الله ربنا يتقبل الصيام والقيام ويرفع البلاء والوباء انا حاحاول يعني ابدا بتذكير بالمحاضره اللي فاتت قبل ما نبدا مباشره في المحاضره دي شوف الناس الداخلين معانا ما اعرف الصوت اذا واضح يا اخواننا ادوني ادوني فكره اذا الصوت واضح اذا ما واضح طيب المحاضره اللي فاتت كان تكلمنا عن الشهاده عموما تكلمنا عن تفاصيل مختصه بانه كيف تتحصل عليها سعر الامتحان طريقه الامتحان وبعد ذاك تكلمنا عن الانترودكشن عن موضوع ريسك مانجمنت تعريفات الريسك مانجمنت تكلمنا عن تفاصيل كثيرة عن البروسيسز حقتها الريتريشن فيها كيف طريقة تنفيذ التخطيط لها وكده وفي تعريفات عن الايشو والريسك وكيف بيعمل حصل الريسك اسسمنت والحاجات دي بعد ذاك ختمنا وصلنا مرحلة الريسك اتيتيود تكلمنا عن الستيك هولدر بيس هاب وقلنا في الستيك هولدر انه اي زول او اي شخص بيأثر او بيتأثر بالمشروع سلبا او ايجابا بنسميه اتيتيود واهميه الريسك بنسميه ستيك هولدر واهميه الستيك هولدر للريسك بتنبع من انه انا بفصل الريسك بيسموه تيلرينج تيلرينج عديد تيلرينج يعني تفصيل تقريبا الترزيزات اسمه تيلر تلزيزة... اذا تقريبا انطقوا من الذاكره يعني فبتفصل الريسك على حسب منه على حسب الستيك هولدر لانه هو المستفيد منه وطبعا هو اذا ما مقتنع بموضوع الريسك فالريسك ما حيمشي لي قدام وطبعا قسمنا قسمنا الستيك هولدر لستيك هولدر لازم تو كلوزلي يعني لازم تتعامل معهم مباشره زي السبونسر زي البروجكت مانجر وفي في في ستيك هولدر ممكن تتعامل معاهم بحذر زي الكومبيتيتورز المنافسين بتاعنا المشروع وممكن الكمبيوتر ده يكون اوبريشن مانجر ولا يكون فاينانشال مانجر يكون عنده عنده مشكله مع المشروع ما عايز ينجح يعني ممكن يكون برضه كومبيتيتورز لك وفي تكنيكس كثيره انك كيف تحول الكومبيتيتورز لزول لزول زي ما بقولوا معك من مناوئ اليك ليه معك طيب جميل آه نبدا على طول آه في 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 محاضره الليله طبعا من امس عندنا 6 سلايدز ما كملناها وعندنا ليله 30 سلايد فحاول امشي سريع حاولوا واقموا معاي لانه محاضره الليله حنتكلم فيها عن اثنين من البروسيسز اللي هم البلان plan, البلانينج بتاع الريسك مانجمنت والايدنتيفاينج بتاع الريسك مانجمنت او الايدنتيفيكيشن الاثنين دول من اهم البروسيسز اللي منها بتبني باقي الـ باقي باقي البروسيسز الثانيه او العمليات الثانيه فلازم نفهم كيف نخطط وكيف نعمل لها Determination او ايدنتيفيكيشن بعد ذاك كيف نقدر نتعامل مع ريسك بعد ما عرفناهم هم منهم اننا هنتعامل نتعامل معاهم دي اوكي فخلينا نبدا طوالي في في موضوع الريسك زي ما امس وصلنا حته انه عندنا الريسك مقسمين ل ل لاربع انواع قلنا في ريسك فيرس وفي ريسك سيكر وفي ريسك نيوترال انا مش قلت ناتشرال لكن هو نيوترال يعني ما فارقها معه كثير وفي ريسك توليرنس اللي هو ما بيتعامل معاه الا لما تبقى له ايشو اوكي تمام الصوت واضح نمشي للتعريفات دي التعريفات دي يا اخواننا طبعا في الـ في البرزنتيشن انت ما المفروض تقرا السلايد لكن انا هقرأ دي لانها فيها الكي ووردز الكي ووردز دي دائما لازم يا اخواننا في دراستك لاي شهاده بتاعت بي ام اي او اي شهاده بتاعت اي سيرتيفيكيت يعني الخواجات دي عموما بيتعاملوا مع كي ووردز في امتحاناته بالسيرتيفيكيتس حقته حتى امتحانات الايلس وامتحانات الاي تي اي ال كلها دي بتعتمد على انك تكون فاهم الكيوردز اللي تتكلم عنها شنو في الامتحان هم بيسالوك من الكيوردز هل انت فاميليير مع مع التيرمز دي ولا ما فاميليير معها ده موضوع الامتحان اوكي فنشوف الريسك اتيتيود هو شنو ريسك عندك ريسك ابيتايت او 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 النزعه تجاه الـ تجاه الـ الـ الريسك بقول لك انه هي هي هو مستوى عدم التحقق الممكن الشركه الناس تتعامل معه عشان هم قاصدين من وراه يكون في ريورد ريسك ابيتايت تمام هو which is the degree of uncertainty in يعني كشركه اي uh, you willing to take on anticipating of reward يعني انا هقوم اخذ الريسك دي مستوى تقبلي الريسك مقابل الريورد اللي انا عايزه ده دي اسمه ريسك ابيتايت او بالعربي كده شهية تجاه ريسك الشركه الشركه دي هل شهيتها مفتوح تجاه ريسك ولا ما ما بيحبوا الريسك ريسك ابيتايت ريسك توليرنس هو مستوى الريسك او الحجم بتاعه الممكن الشركه تتحمله في كلمه ويستاند لما تلقى كلمه ويستاند يعني ان انا ممكن اتعايش مع المستوى ده دي اسمه ريسك توليرنس عندك الريسك تريش هول هو مستوى معين من السينتيتي او المستوى معين من الامباكت او الاثر عليه في الشركه انه الستيك هولدر ده عايزه لسبب معين عنده فيه انترست فالستريس هولد بالعربي كده يعني الحد المعين فوق الحد ده انا ما بقبل ريسك اقل من الحد ده انا بتقبل ريسك ده اسمه ستريس هولد تمام فوق الحد بتاع الستريس هولد بالنسبه للستيك هولدر لل لل انا هتقوم اتقبل الريسك تحته هتقبل اكثر من كده ما هقدر اتقبل فانت لما تكون فاهم انه انت عندك المؤسسه دي او السبونسر ده حد وين من الريسك هتقدر تتعامل معه بيقول لك انه يو كان نوت what وات يو كان ميجر يعني انت حاجه ما تجيسة, ما بتقدر تقيسها ما هتقدر تديرها ودي مشكلتنا في السودان ان احنا ما عندنا قياسات ما بنقيس الحاجات يعني عندنا مسميات زي الـ زي ناس بيسموهم منو ناس الضرائب وناس الحماية المستهلك وكده لو عندنا حدود معينه او عندنا ميجرمنتس بتحدد الحاجه المقبولة مقبوله ولا لا ممكن من خلال كده نقدر نضع القوانين واللوائح اوكي نمشي لقدام في الريسك مانجمنت يا اخواننا في مفهوم اسمه الايتريشن الايتريشن ده معناه انه انت لما تكون شغال ريسك مانجمنت كبروسيس في المشروع او في اي حاجه في 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 المنظومه ما بتعمل حاجه مره واحده وبتمشي لا يعني ما زي الاوديت الاوديت ده مثلا بيعملوا الاوديت ده يعني المراجعه الداخليه بتاعتك في الشركه بتعملها مثلا مره في السنه او مرتين في السنه على حسب المؤسسه بتاعتك الريسك مانجمنت ده بتعمله اون جوينج انت طوال شغال ريسك مانجمنت لانه الريسك مانجمنت الريسك دي ما ثابته يعني الاوبورتيونيتي فجاه بتظهر الريسك الثريت فجاه بيظهر فانت بتكون شغال شنو؟ شغال اتريشن شغال طوال وبقول لك انه الريسك ده بروجريسفلي الابوريتد برضه ده مصطلح مهم على معناه شنو بروجريسفلي الابوريتد معناه انه الريسك ده اثناء ما المشروع شغال انت بتعرف معلومات اضافيه والانسيرتينتي او عدم التحقق بيقوم بيقل في كيرف كده معين انا يعني ما جبت لكم لكن طالما المشروع ماشي معاك في كيرف الصرف ماشي معاك في ال في ال في اللايف سايكل حقه المشروع هيحصل شنو؟ هيحصل انه uncertainty او الحياة اللي كنت متوقعه تحصل اذا حصل اذا ما حصل انت بعدد حققت انه هي هتحصل ولا ما هتحصل اثناء ما الزمن ماشي معاك اوكي؟ طيب بيقول لك انه الريفيو اللي انت هتعمله ده بيتبني على شنو؟ يعني يعني الشغل الاونجوين انا شغال فيه وده ما المشروع ماشي بيتبني على شنو؟ بيتبني على النيو... 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 الناتشر حقة المشروع، المشروع ده بتاع شنو؟ المشروع ده بتاع عمارة بتاع كوبري بتاع مصل بتاع آه... أيًا كان المشروع ده حسب نوعه أنا بقوم بفصل له الريسك بتاعه، حسب الـ environment والـ volatility بتاعتها يقول لك الشغلة دي فولاتايل يعني الشغلة ما ثابتة، الكيرفي بتاعها ما ثابت فحسب مستوى الـ environment اللي شغال فيه، نحن في السودان مثلًا الـ, 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 الـ environment حقتنا ما يعني ما 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 مرحبه يعني انت ما ممكن تعمل استثمار في السودان أن ينجح صح لانه لانه مستوى مستوى الاقتصاد او مستوى السياسه او مستوى اي حاجه ما ما ثابته عرفتوا كيف؟ فعلى الاساس الانفايرمنت حقتك ما مناسبه للاستثمار ما جالب للاستثمارات ما بتتوقع انه زول حيجي يستثمر في السودان وفي وضعه الحالي ده. اوكي؟ فبقول لك انه الانفايرمنت بتعرف مست... بتزيد مستوى الريسكات عندك في المشروع فعلى اساس ده انا كزول ادفايزر لمؤسسة حيقول لي يا نمشي نعمل مشروع زراعي في السودان بقول له لا لا ما تعمل مشروع زراعي في السودان ليه؟ لانه الانفايرمنت ما مرحبه انت وضعك الاقتصادي ما ما ثابت وضعك السياسي ما مستقر وضعك السوشيال ذاته ما مستقر في كونفلكس في كذا حته وضعك الامني ما مستقر عندك اربع جيوش شغاله في دوله واحده فالمساله ما ما مرحبه وقعت لك طيب وبرضو التايمنج بتاعه مهم عمليه التوقيت في اجراء هذا الريسك مانجمنت برضه مهم نمشي لقدام من المفاهيم المهمه جدا في تعاملك مع الريسك وانا قلت الكلام ده قبل كده الشابتر رقم 11 هو ريسك اللي قبله شابتر الكوميونيكيشن الشابتر تقراه عشان تقدر تمتحن الريسك مانجمنت فالكوميونيكيشن من الحاجات الاساسيه الفايتل عشان مشروعك ده ينجح لازم تهتم بالكوميونيكيشن هو نيد وات وين الاسبونسر دار داير دار, دار التقرير بتاعه ده 200 يوم شنو والتقرير ده نوع شنو ذاته اللي بتقدمه للسبونسر والستيك هولدر المعين ده ود... داير ومتين وكيف المعلومه دايره بيعطوا شكل يعني مثلا في س... في س... في سبونسر س... ما بيعرف للكمبيوتر زور ما شاء الله ربنا رزقه قروش وعمل له مشاريع ما بيفهم لك ايميل وترسل لي بتاع واتساب وكلام زي يضرب لي تليفون قول له يا عمك حاصل واحد اثنين ثلاثه اربعه ده بيكون مكتوب كتابه في شنو؟ في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان معروف انه السبونسر ده راجل زي ما بقولوا ما متعلم لكن عنده قروش الله الله رزقه هتتعامل معاه كبروجكت مانجر حسب فهمه ده يعتبر ستيك هولدر اساسي لازم اتعامل معه بمستوى معين وهكذا طيب الانفيكيشن لازم ديبند انت كومبرهنسيف انبوت اوف ستيك هولدر اوكي لازم يكون المناسب الكوميونيكيشن يكون اونست واوبن مايند يعني لازم يكون مستوى الكوميونيكيشن بتاعك مع مع الموظفين مع الـ العوام الناس اللي انت الانفايرمنت اللي شغال فيها برضو يكون الكوميونيكيشن بتاعك بتاعك واضح معهم وبتجي هنا فكره الترانسبيرنسي الناس بيتكلموا عن الشفافيه 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 دي ليه؟ عشان لما الزول يتعامل معه يكون فاهم انت بتعمل في شنو ممكن يدعمك اكثر لما تكون انت مغيب عن المعلومه اوكي؟ يا اخوانا العلوم المانجمنت دي كلها يا اخوانا خاشه في بعض خاشه مع البوليتيكال ايشوز وخاشه مع الـ الانفايرمنتال ايشو وخاشه مع منظومه الطاقه وخاشه مع المنظومه الامنيه شغل ده متشابك يا هان. طيب زي أه ما قلت لازم يتوافق مستوى الكوميونيكيشن مع مستوى شنو؟ البروجكت اوفر اول. طيب سؤال مهم البروجكت ريسك مانجمنت ده مسؤوليه منو؟ احنا قلنا في اول محاضره انه دائما بيقولوا انه الريسك مانجمنت مسؤوليه الجميع. وهذه نفهم مسؤوليه الجميع كيف؟ لانه انت اي ريسك تعرفه حتقوم تعمل لي اساينج لزول معين حتمسكه زول حيكون المسؤوليه بتاعته واجي نعرف منو في عندنا واحد اسمه الريسك اونر واحد اسمه الريسك اكشن اونر الريسك اونر والريسك اكشن اونر حيتكلم عنه بالتفصيل ليتر on اوكي لازم نفهم انه الريسك مانجمنت ده هو انتجرال بارت من البروسيسز يعني بيتداخل لك مع كل انواع البروسيس وحنجي نعرف الحاجه دي لما نتكلم على الايدنتيفيكيشن بتاع ريسك لما نحدد دي ريسك ولا ما ريسك بنحددها من, من وين؟ حتيجي تلقى في الانبوتس حقتها او مدخلات هذه العمليه فيها كل البلانز بتاعت الكواليتي بتاعت السكوب بتاعت التايم بتاعت البروكيورمنت بتاع الستيك هولدر قاعده كلها انبوتس يعني انا بفتش الريسك ده في كل المشروع فهي انتجرال بارت وبيحصل لها انتجريشن مع كل المشروع لازم برضه نعرف انه المفروض تكون الرولز اند Responsibilities كليرد كوميونيكيتد يعني لازم تكون موضحه وموجهه لمنه موضحه وموجهه لمنه الكاميرا فيها مشكله يا اخواننا ولا شيء؟ هو داري بيه شنو تركزوا مع السلايدات طيب إنسان الصوت بس يكون واضح برضه بقول لك لازم تو كابشر ليسون ليرن في الـ في اخواننا في الإديشن الجديد بتاع الـ بتاع البين بوك مركزين شديده على قصه الليسون لاند دي قصه انه لازم الـ 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 اي حاجه احنا عملناها لما نجي نكفي المشروع نسجلها عشان يكون في امبروفمنت تجي منها مساله الكايزن والكونتيوس امبروفمنت انت لو ما سجلت عملت شنو في المشروع والمشاكل اللي لاقتك لما يجي تعمل مشروع ثاني حتلاقي نفس المشاكل لما يكون عندك زي ما بيقولوا ستور فيه والمعلومات دي مسجله عندك ارشيف فيه والمعلومات دي تقدر تتقدم لاحسن طيب هنا يا اخواننا مهام البروجكت مانجر في الريسك مانجمنت يا اخواننا في كميه بتاعت مهام مكتوبه في الكتاب كميه كبيره انا هسه منها دي كلها المكتوبه في الكتاب يعني بقول لك انه الريسك مانجر المفروض تو انكرج يشجع مساله انه يطبق كل الريسك مانجمنت بروسيسز يعني يدعمها اوكي okay. زي ما قلت انه دي من العلوم اللي بقولوا مهمشه زيها زي السيفتي ما مهتمين بها برا طبعا مهتمين بها لكن في السودان لانه يعني ما بلقى ناس خبراء في موضوع السيفتي الا ما ندر في ناس خبراء اي علماء واي حاجه عندهم دبلوم ونيبوش بتاع وحاجات زي دي لكن البلد نفسها ما محترمه العلم ده عشان كده ما مطبق فانت ما تلقى الخبره دي جوا لما انت برا تلقاه قدامك تصطدم بها ذاته بتقول ليش شنو الجاني اوفيسر ده وقف ليه الشغل ماله عرفت كيف؟ على الاساس ده لازم يقول لك انه المانجمنت لازم هي تدعم الموضوع uh, ومفترض نعرف الريسك ابيتايت نفهم مستوى الستيك هولدر في تع وعلاقتهم مع الـ مع الـ مع الريسك مانجمنت لازم يكون الكوميونيكيشن اوبن اونست لازم يكون في بارتيسيبيشن بارتيسيبيشن من مشاركه من كل القطاعات حقت المشروع لازم يكون uh, مرتبط اي ريسك ريسبونس عنده اكشن اونر الريسبونسبلتي زي ما قلت لكم تكون موضحه دي كلها مهام منه حاجه براقبة البروجكت مانجر بالمناسبه البروجكت مانجر ده شغله يعني مجهود خرافي الزول ده بيشتغل تايم بيراقب التايم وبراقب السكوب وبراقب الكواليتي وبراقب الريسورسز وبراقب الريسك وبراقب البروكيرمنت وبراقب دي كلها تخيل زول واحد بيراقب الحاجات دي عشان كده عملوا منهجيه يراقبها كيف الامبلمنتيشن او الاكسكيوشن هو برضه هيراقب الحياه دي كلها فدائما بيقول لك ان البروجكت مانجر ده المسؤول الاول والاخير عن نجاح المشروع اذا المشروع ده المسؤول منه ده ما يعني ما عنده الصلاحيات ما عنده ما عنده المشروع ده ديفنتلي حيفشل فهو براقب حاجات كتير دي كلها مهامه دي بس في, في السكشن ال بتاع الريسك مانجمنت عشان كده مرات بيقوموا بيجيبوا زول براه وكده مسموه ريسك مانجر بيشغلوه بالشركة دي بس دي وظيفته جميل آه طيب برضه المفروض تراقب السب كونتراكترز والسبلايرز الاوت سورس الشركه الشغاله شغل الشغال ده اوت سورس دي سب النازل بيعتبروا من مصادر الريسك يعني لما تجيب لك سب يعني قولها كيف دي ماسوره يعني زول ما يعني شركه ما ما, ما بالمستوى او زمان لما يكون العطاء ده بينزل على زول بالتليفون يقول لك ادي العطاء لفلان الفلاني الحاجة دي عيبه شنو؟ عيبه انك لما تجيب سب ما مؤهل معناه مشروعك ده شنو؟ حيكون في مشكله في الـ في الـ في التايم وحيكون في مشكله في شنو؟ في الكوست بتاعته يعني كنت جايب زول ما مؤهل حيدفع قروش زياده وحيخليك لك مشروع اوكي؟ لازم يكون في ريجولر ريبورتنج يراقب الحاجات دي وهكذا في كميه بتاعت بتاعت الـ and responsibilities لل project manager. اوكي. Okay. هنمشي لقدام نشوف انه الاوتبوت بتاعت ال knowledge area دي كلها اللي اسمها risk management الاوتبوت بتاعها هيأثر على ال resource هيأثر على ال cost هيأثر على ال time هيأثر على ال scope changing هيأثر على ال location بتاع ال resource هيأثر على ال progress حق المشروع. بالعربي هيأثر على الموارد هيأثر على التكاليف هيأثر على على الزمن بتاع المشروع هيأثر على التغيرات ال, ال, النطاق بتاع المشروع يعني الريكويرمنتس هيأثر على توظيف الموارد هيأثر على التقدم بتاع المشروع اوكي okay. دي كلها بيأثر على ريسك مانجمنت نمشي لقدام براكتيكالي يعني عمليا المستوى مستوى المشروع زي ما قلت بيتناسب مع مستوى الايفورت اللي ابذله عشان عشان اقوم انفذ الريسك مانجمنت الحاجات انا مفترض اقيس عليها مستوى مستوى, مستوى تنفيذي للريسك مانجمنت يعني يعني انا في المشروع المعين ده محتاج مجهود ابذله في الريسك مانجمنت في المشروع ده قدر شنو بناء على معلومات الكلام بطريقه ثانيه في معلومات بتوريني انا كريسك مانجر انفذ البروسيس حقتي دي بيأتوا مستوى اوكي okay? اتمنى ان المساله تكون تكون وضحت فمن من الحاجات اللي بقدر اقيس بها مستواي اللي حنفذ به والريسك في المشروع مساله توفر الموارد هل انا عندي موارد كفايه انفذ بها ولا ما عندي موارد؟ هل الطريقه اللي حنفذ بها ذاته الشركه دي هل متبنيه طريقه معينه قبل كده اشتغلت بها ولا ما في؟ مستوى التولز اند تكنيكس انا يتكلم عن كميه بتاع تولز Techniques. الامتحان يا اخوانا بتاع الار ده مليان تولز Techniques. السؤال بيقوم بيقول لك يا اخي الـ 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 بديك سيناريو بيقول لك البروجكت مانجر عمل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه كده وحصلت واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه الانسب يا تولز الانسب ياته وحاجه اشرح لكم التفاصيل في 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 الجايه. طيب سبورتنج انفراستراكشر يعني البنيه التحتيه للمؤسسه، البنيه التحتيه للدوله ذاتها البنيه التحتيه اللي مكان انا عام فيه المشروع بتساعدني انه اقدر اقيس يا يعني مستوى من الريسك مانجمنت حنفذه آه الشركه عندها نظام بتاع اوديت بيحصل مثلا كل سنه او كل ستة شهور حسب المستوى بتاع الاوديت اللي بيحصل انا بقدر برضو افهم انه اهميه الريسك مانجمنت للمؤسسه دي قدر شنو آه وهكذا يعني يعني في الاخر براكتيكالي مستوى الريسك مفترض يتناسب مع مستوى شنو مع مستوى المؤسسه والانفايرمنت وهكذا طيب نبدا نخش في موضوع قال هل أيام الاطول والاجازات بتاثر على المشروع؟ نحن موضوع الاسئله دي اكتبوا الاسئله كلها انا حجاوب على في اخر في اخر المحاضره وحجاوب على لو لقيتها مكتوبه برجع في الكومنتس حقتكم في الـ في الـ في اللايف بجاوب على واحده واحده ممكن نتناقش فيها بعد ذاك. طيب نحن بعد دخل خشينا يا اخواننا في زي ما بيقولوا في العظم ده كله كان شنو؟ كان كان زي ما بيقولوا توطئه بعد ده خلاص الفرشه بتاعتنا كملت، هنخش بعد ده في الشغل في اللحمه اللي زي ما بنقول. إحنا هسه حاليا عندنا 6 آه بروسيسز في واحده ناقصه معلش. عندك الـ planning بتاع ريسك عندك الـ التحديد بتاع ريسك يا يعني 2 risk نحن هنتعامل معه، عندك الـ qualitative risk analysis التحليلات الكميه النوعيه للريسكس للمخاطر، التحليلات الكميه لـ quantitative risk analysis، بعد ده تخطيط الريسبونس او رده الفعل تجاه تجاه الريسكات دي واخر حاجه عمليه الكنترول ليها جميل فالخمسه ديل حنتكلم عليهم واحده واحده بالتفصيل وحنشوف اي واحده فيها شنو دي كانت محاضره امس لحد هنا انتهت جميل انا ماشي بسرعه عائد. طيب كويس انا ماشي بسرعه جيد لانه الزمن هيسرقنا اوكي طيب ريسك مانجمنت بلان يلا اخوانا بعد خشينا في التخطيط حق الريسك ركز معي لانه بعد ده حتظهر اسئله الامتحان وحتظهر التفاصيل حقة انه كيف بعمل ريسك مانجمنت بلان وتظهر الخطه بيعملوها كيف وبتتكون من شنو الخطه دي وتفاصيل تعملها كيف الخطه ذاتها وبيعملها منو وبيعملها ليه اوكي okay? خلينا نشوف البيربوس ال منها شنو الهدف شنو من الريسك يا اخوانا الهدف من ال من بلان ريسك مانجمنت انه اعمل استراتيجيه الاستراتيجيه دي عندها خاصيتين لازم الاستراتيجيه دي تكون حاصل لها عمليه بتاع التكامل مع بقيه النولج اريا مع خطه المشروع الكليه ولازم يخ... تكون عندي منها جزء براكتيكال يعني افكر اثناء ما شغال بعمل خطه استراتيجيه دي في جانبين في جانبين انها تتوافق مع كل البروسيسز الباقيه وانها تتوافق مع عمليه الاكسكيوشن التنفيذ اوكي يعني انت ما ممكن تقترح لك عمليه بتاعه ريسك بتقوم بتعطل لك التا... بتعطل لك المشروع بتاعك بتاخر لك الزمن بتاعه وهكذا ما لم تكون هذه هاد... هذا ريسك فعلا بيحتاج لحاجة دي جميل الريسك بلان دي بتعمل لك ريليشن شيب بين البروجكت ريسك مانجمنت والجنرال بروجكت مانجمنت والاورجانيزيشن يعني رابط ثلاثه حاجات رابط لك الريسك مانجمنت كنولج اريا رابطه ليك مع المشروع كله ورابطه ليك مع المنظمه كلها فالموضوع ده فيه 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 ثلاثه ثلاثه تفصيلات لازم تكون فاهمها فاهم انه في علاقه بتتخلق ما بين النولج اللي تشغال شغال فيه ده اللي هو الريسك مانجمنت وما بين المشروع كبروجكت مانجر وكوست وتايم وكواليتي والجماعه ديل وما بين الاورجنايزيشن ذاتها كمؤسسه واهتمام بموضوع الريسك ده اوكي آه لازم يا اخواننا الريسك ده ب ب ب بش لي وتر حساس عند الـ عند البروجكت مانجرز وعند الأورجانيزيشن بش لي القروش شوفوا اي حاجه تهمش القروش دي الناس بتنط منها عرفت كيف؟ يعني يعني طالما الريسك ده هيكلفني قروش فالناس حتعلي كده نظره بتاعت شنو؟ نظره بتاعت تهمش طبعا انت بي بيكلف قروش فلازم تفهم انه الريسك ده حيأثر على على البادجيت لانه عشان اقدر اعالج الريسك لازم ادفع قروش فاذا الاسبونسر او البروجكت مانجر ما فهم انه انا اذا ما دفعت القروش دي او اذا ما خصصت الميزانيه دي للريسك ممكن المشروع بتاعي يخسر ما هيعمل ما هيدفع عليك فيه فانت مهم انك تقنع المنظومه اللي انت فيها دي انه هي اذا ما خصصت الكميه دي من القروش عشان اواجه الريسك المعين ده انا هقوم يحصل لي افكتس حتاثر انا كمشروع ككل يعني انت سبونسر حتخسر قروشك جميل الخطاب بيكون بالصوره دي أه قال لك الريسك مانجمنت بلان دي بتصف لي البادجت وعمليه اللوكيشن للبادجت دي حاقوم مصروف حاقوم وين وحاصروفها كيف؟ يعني في البلان حقتي لازم اكتب انه البادجت ال 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 المعينه انا خصصتها للريسكات المعينه حتتصرف وفق البروده التاليه. عرفت كيف؟ يعني يعني البلان دي من مهامه انها توضح عمليه التصرف دي حتتم كيف. اوكي؟ طيب آه الكي بنفيت شنو؟ بستفيد منها شنو؟ لازم من خلال من خلال اني انفذ الريسك مانجمنت بلان حاقوم اعمل توافق بين بين اهميه الريسك وما بين شنو؟ وما بين الأورجانيزيشن جميل؟ يعني يكون في كومباتيبلتي، يكون في توافق ما بين ما بين كميه الريسك الموجوده دي وما بين المشروع. من خلال البلان، من خلال التخطيط، من خلال خطه معينه. طيب لازم في ال في ال في الريسك مانجمنت بلان اوضح التيرمز يعني المصطلحات اللي هستخدمها يعني في مصطلحات زي شنو زي انه هاي امباكت لو امباكت ميديم امباكت فيري لو امباكت فيري هاي امباكت المصطلحات دي معانيها بتتفصل تفصيل وين في البلان فهمت علي؟ ففي تيرمز معينه هتعامل معها طيب انت يا بس كلامك ده يعني كلام كبير كده ليه كلام كبير؟ لانه ال 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 الريسك مانجمنت بتاع البي ام اي ده بيتعامل معاك كمشروع صغير او كمشروع كبير ما ما بيفرق معه فهو بيقوم بيديك كميه المعلومات كلها بيحتاج لها انت بعد ذاك انت براك risk مانجر بتفصلها على حسب مشروعك انت عليه، فانت كميه المعلومه اللي دي انت محتاج لها يو هاف تو اكواير ات عشان تعمل لها امبلمنتيشن لو لاقتك في مشروع كبير يعني انا ممكن أرسك ريسك بمعلومات بسيطه وتمشي لي مؤسسه معلوماتها كبيره وتتفاجئ لا انا اديك المعلومه كلها كامله اوكي ولازم يا اخواننا المفرده دي مهمه لازم انت تحليلاتك للريسك دي تكون اوبجكتيفلي احنا تكلمنا عن اوبجكتيفلي دي قبل كده وما عايز الكلام فلازم تكون الـ 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 التقدير بتاعك ده ان الريسك ده ميديوم او هاي تقدير موضوعي في كلمتين بقول لك الحاجه سبجكتيف دي معناها دي, مساله ظهرت ظهرت خشت في الذاتيه او خشت في 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 الشخصنه يقول لك شخصنا المواضيع ده زول سبجكتيف لما يقول لك اوبجكتيف معناه الزول ده موضوعي في طرحه للموضوع تمام آه وهكذا طيب آه في من المعلومات المهمه جدا في الكتاب بتاع البراكتس ال ستاندرد ده في الكتاب حق براكتس ستاندرد مهم جدا تعرف انه اي بروسيس بيقول لك في حاجه اسمها الكريتيكال <applause> سكسس فاكتور اللي هي العوامل الضروريه عشان البروسيس تنجح العوامل الضروريه عشان البروسيس تنجح وما بتنجح ليه؟ يعني انت كبروسيس بروجكت مانجر او كريسك مانجر المفروض تفهم انه البروسيس دي عشان تنجح في ح في عوائق وفي حاجات ممكن تح تخليها ما تنجح العمليه دي ولو ما نجحت عمليه البلاننج بالذات باقي العمليات كلها ما حتنجح اول حاجه المفروض تعرف الباريرز ال اللي هي الحواجز اللي بتخلي لك انه البروجكت مانجمنت ما تنجح زي مثلا انه الاداره بتاعتك اداره المشروع او اداره المؤسسه ما فاهمه اهميه الريسك مانجمنت فاذا ما فاهم المساله دي ما حتدعمك اساسا حتكون زي ما بيقولوا بتنفخ في قربه مقدوده فلازم تكون المؤسسه فاهمه الموضوع ده عشان تقدر تعمل بلاننج انت مرتاح تمام لما تكون المؤسسه انكسبرينس يعني المؤسسه ما في اكسبيرينس حقت ريسك مانجمنت قبل كده ما عمل ما لاقاهم ذاته ما شافوا بيشتغلوا ساي زي في السودان بيشتغلوا ساي الناس مشروع مطار الخرطوم الجديد مشروع ما عارف كده مشروع بيكون يسي اي شيء لكن هم ما عندهم اكسبيرينس في مساله تنفيذ المشاريع اللي عامله اوكي ولازم يعني برضو الريسك مانجمنت مرات بيكون بت بتنفذ ما كجزء من منظومه كامله بيتنفس براعه وكده بقول لك الريسك ده مش شغال براعه على هواه وانت لازم يكون الريسك حقتك الريسك مانجمنت بتاعك منضم داخل المنظومه بتاعتك من من الحاجات برضه الكريتيكال عشان ينجح اللي تنجح ريسك مانجمنت انه تعمل انفولفمنت للستيك هولدر الناس الريسك ابيتايت وريسك توليرنس وريسك افيرس وريسك نيوترال تفهم الناس اللي بيتعاملوا مع المشروع نفسياتهم كيف يفكروا كيف تجاه مشروعهم ده اذا فهمت الحاجه تقدر تقدر تنجح المشروع تقدر تنجح بطريقه البلاننج البروسيس دي لازم يكون في كومباتبيلتي كومبلاي مع الـ مع مع الاورجنايزيشن اوبجكتيفز ومع البوليسي ومع البراكتسز لازم تتوافق الخطه دي مع مع السياسات حقت المؤسسه يعني مؤسسه مثلا غير ربحيه سياساتها تختلف عن المؤسسه الربحيه المؤسسه الحكوميه سياساتها تختلف عن المؤسسه الخاصه المؤسسه الصحيه سياساتها تختلف عن المؤسسه الهندسيه وهكذا على حسب نوع المؤسسه اللي انت فيها بتقوم بتعمل لهم بلان بتتناسب مع توجههم. طيب نخش في 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 الموضوع بتاع التولز اند تكنيكس طيب شوف معي احنا هسه بعد دخل في الكتاب بتاع البيمبو والكتاب بتاع البيمبو بوك لازم تقراه مع كتاب البراكتس ستاندرد فركز معي شوف اي اي بروسيس في البروجكت مانجمنت بتاع بي ام اي عندها مدخلات وعندها طريقه بنفذ بها بين مدخلات المدخلات دي عجين وفي مخرجات تمام البلان ريسك مانجمنت مدخلات بتجي من وين؟ اول مدخل عندي البروجكت مانجمنت بلان ده طيب نجيب القلم ده نمره واحد الخطه حق المشروع الكليه يعني انا ما بعمل اي خطه من راسي بجيب خطه اصلا قاعده في الخطه اللي شغال بها البروجكت مانجر لما عمل البروجكت تشارتر وانشا مشروع واي حاجه وجابني انا كخبير بتاع ريسك بقوم اول شيء بجيب الورقه خطة حقتكم وين حق المشروع بقوم بقراه وبفهم تفاصيل وبجيب البروجكت تشارتر ذاته اللي هو شهاده من هذا المشروع بعد ذلك بجيب حاجه مهمه جدا جدا اسمها الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور طبعا في ناس عارفينها وفي ناس ما عارفين انا حبصرها جدا جدا حديك لها في فتيل شوف الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور دي المؤثرات اللي قاعده برا المشروع. يعني شنو؟ يعني المؤثرات انا كبروجكت مانجر او كبروجكت تيم ما عندي فيها يد. زي شنو مثلا؟ ادينا مثال يا باشمهندس. يعني زي مثلا الاوضاع السياسيه. هل انا بقدر اتعامل مع بتاثر فيها انا؟ ما بؤثر، انا كان طلعت الشارع ولا ما, ما يعني كبروجكت مانجر ما عندي معه شغل، ما أقدر اثر فيه. طيب الاوضاع الاقتصاديه، الدولار ماشي زايد، انا حقدر اثر على الدولار؟ ما حقدر اثر على الدولار، بقوم بتحايل. يا يعني هو مش يشتري سمسم وابيعه ما اعرف الحياه اللي عملوها الجماعه دي كيف؟ فدي دي الانتربرايز انفيرمنتال فاكتور دي مؤثرات انا ما بقدر اتحكم فيها لكن الاورجنايزيشن بروسيس اسيتس دي شو دي, دي المؤثرات الداخليه داخل المؤسسه ودي انا بقدر اتعامل معها بقدر اتعامل معها بطرق كثيره زي شنو مثلا؟ زي عمليه التعيين والتوظيف داخل المؤسسه المفروض تكون فاهمه بتتم كيف؟ زي الفورمات اللي بتعامل معاها زي عمليه الريبورت بيكتبوا كيف؟ الريبورت بتاعي تمام؟ وجوا الاورجنايزيشن بروسيس اسيد في حاجه اسمها الكوربريت نوليج بيز اللي هي شنو؟ الكوربريت نوليج بيز دي يعني الليجاسي حق المؤسسه الليجاسي دي ثقيله الارث حق المؤسسه خليها اجيب الارشيف ايوه دي الرشيف دي الزيت الارشيف حق المؤسسه، الارشيف ده شنو؟ فيه كميه بتاعت مشاريع قديمه اشتغلناها وفيه كميه بتاعت ريسك لقيناها وتعاملنا معاها وهكذا دي كلها اسمها شنو؟ اسمها المؤثرات الداخليه. طيب نحن بعد شنو؟ طلعنا من الانبوتس خلاص الانبوت مرقت جبناه خطيناه على جنبنا كده هنخش نقوم نستخلص من الانبوتس دي معلومات نستخلصها كيف؟ عندك تو تكنيكس في وسائل بتعمل بها شنو؟ بتعمل بها تستخدمها عشان تقوم تطلع البلان الاساسيه اللي هي شنو؟ اول حاجه في حاجه اسمها تكنيكس الطرق التحليليه طيب خلينا نعمل كلير اول دروينجز نكفيل ده طيب الطرق التحليليه دي زي شنو؟ آه زي الستيك هولدر ريسك اتيتيودز وزي استراتيجيك اكسبوجر طيب نشرح الكلام ده كيف؟ هنشرح الكلام ده بمثال زي ال دايرة عرس طبعا ده 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 الموضوع المين عند الشباب طبعا في ناس رافضين المؤسسه كلها وسبحان الله حكمه الله نحن المؤسسه دي ما جي من السودان عشان نخشها فغاية حاجه جديدة طيب انت لما تيجي تبدا تب المشروع ده في ستيك هولدر البيت واهلها وصاحبتها وما اعرف ايه ديل ديل هم الستيك هولدر بتاعينك اللي هم على اساسهم انت بتقوم بتختار التكنيك هتعمل عليه الخطه بتاعتك فدي اول مؤثر المؤثر الثاني الاستراتيجي ريسك اكسبوجر يعني يعني انت وضعك شنو؟ وضعك المالي، وضعك الاقتصادي، وضعك المجتمعي شغال وين وقريش شنو؟ وانت هل ممكن مستقبلا تقدر تدير المؤسسه ولا تقدر تديرها؟ فده دي الطرق التحليليه، يعني الطرق التحليليه مبنيه على اثنين في اي خطه في الدنيا يا اخوان لما اجي اخش في موضوع الريسك بلقى انه انا عشان اقدر اعمل بلان لازم افهم انه انا قاعد وين فيما يتعلق بالستيك هولدر انا انت بتعامل معهم منو منو هم السponsor فهموا شنو الكاستمر فهموا شنو التيم بتاعي فهموا شنو ديل هم الستيك هولدر لما اعرف الاتيتيود حقهم خلاص ايوه انا ديل فاهمهم بالطريقه دي معناه انا هقوم اعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه بعد ذاك بفهم شنو كميه المؤثرات الخارجيه علي وهاجينا في انريكال التكنيك وأطلع منها شنو طلع منها البلان بتاعتي في الاكسبرت جادمنت الاكسبرت جادمنت منه لما تكون ده عارف تمشي لابوك صح ابوك ده هو الاكسبرت زول زول قبل كده خاض التجربه دي وزول قلبه عليه وكده هتقوم تمشي له ده هو الاكسبرت زول الخبير ده الناس الخبر تمشي تسال صاحبك تسال الناس اللي خاضت التجربه قبل كده يعني انت ما ممكن كعزابي تسال صاحبك العزابي هعرس كيف دي ما عندها معنى صح ف... على الاساس ده حتقوم تسال زول خبير تمشي لابوك خالك عمك صاحبك اللي يتزوج قريب تفهم منه مسائل المسائل الماليه فدي شنو؟ دي اسمه الاكسبرت ان شاء الله تكون وصلت كده فيهم منو الاكسبرت جدمنت فيهم السينيور مانجمنت الاداره العليا عندهم معلومات في البروجكت ستيك هولدرز عندهم معلومات البروجكت مانجر لبروجكتات ثانيه يعني يعني انت في الشركه دي عندك مدراء مشاريع اخرين فبتمشي تسالهم في الاندستريال جروب يعني يعني اسمها شنو بسموها؟ الغرف التجاريه مثلا او او المنطقه المنطقه الصناعيه عندها بيكون عندهم زي تحالف كذا ما اعرف اسمه شنو عندهم زي مش تحالف بسموه اتحاد ده الاتحاد عنده معلومات بتفيدك المجلس الهندسي اذا المشروع هندسي المجلس الطبي من المشروع الطبي وهكذا ده اللي هم الاكسبرت جدمنت بعد ذاك الميتنج طبعا الميتينجز ده عنده تكنيكس كثيره انا ما ما فيها لانه معروف يعني شنو الميتنج الاوتبوت حق الموضوع ده طلع لك الريسك مانجمنت بلان ان شاء الله تكونوا فهمتوا موضوع التولز اند نقوم نشوف طبعا ده شرحته امس اللي هم الريسك بروفايل اناليسيز والاستراتيجيك ريسك سكورينج شيت ديل تو تكنيكس انت بتستخدمهم الريسك بروفايل اناليسيز ديل منو عندك بروفايل بتكتب في لسته كده ورقه هي دوكيمنت فيه كميه بتاع الستيك هولدر البروجكت مانجر الاسبونسر الكاستمر التيم كده المعتمد بتاع بتاع المنطقه ما عارف الشرطه الجيش الدعم السريع استغفر الله العظيم الحياة دي كلها كل ديل منو ديل الستيك هولدر المؤسسين على المشروع بتاعي حقوم اكتبوا وديهم سكورات اي زول تاثيره كم اي زول تاثيره كم في المية عشان افهم انا وضعي شنو دي اسمه البروفايل جيت بعد ذاك بستخدم البروفايل ده وبديه سكورينج على حسب مفهومي يعني. اوكي في حاجه اسمها البلاننج سيشن البلاننج سيشن ده نقعد قاعده بتاعت عرب كل التيم والبروجكت مانجر والجماعه كلهم بيقعدوا بيجيبوا الناس اللي عندهم علاقه بالريسك بيقعدوا بيتونسوا كده في الموضوع بيطلعوا بموضوع بي بي بيستخدموا حاجه زي البرين ستورمنج ترجمتها بايخه كده بسموها العصف الذهني اللي هو ناس بيقعدوا يفكروا مع بعض طبعا عنده عيوب عنده مميزات في التمبلتس اللي هي الفورمات اللي بيستخدمها الاوتبوت شنو؟ الاوتبوت من الموضوع ده هيكون آه الريسك مانجمنت بلان دي الخطه خلاص انا بعد ما انتهيت آه في الخطه بعدها بقت جاهزه، الخطه دي بتصف شنو؟ اول معلومه المفروض تعرفها انه الريسك مانجمنت بلان ده جزء من البروجكت مانجمنت بلان دي لازم تفهم انه الريسك مانجمنت بلان كورقه انا عملتها جزء من ال من الفايل الكبير اللي اسمه بروجكت مانجمنت بلان اوكي بتصف شنو الحاجه ديسكرايب شنو اي اكتيفيتي انا المفروض انفذها عندها علاقه بالريسك مكتوبه في الـ في الـ في البلان دي طيب الحاجات اللي اتفقنا عليها برضه مكتوبه الستيك هولدر انفولفمنت يعني تداخل النازل مع مع الخطه بتاعتي كيف يعني في ستيك هولدر معين انا حاجيبه في مس... في, في في لحظه معينه مثال انا في المشروع بتاعي بتاع بتاع طريق طريق مثلا طريق شريان خلينا شريان الشمال اي طريق انا في الفيس رقم ثلاثة او خلينا نخليها فيس لما نقول في المرحله الثالثه حقوم اجيب سب كونتراكتر تمام فالسب كونتراكتر ده حاليا هو ستيك هولدر صح فعلى على الاساس ده المفروض اعرف اتواصل معه وإنه الزول ده لما نجي المشروع وضعه المالي حيكون كيف؟ الاكويبمنت حقته كيف؟ سوق العمل كيف؟ السعر الاداني ده هل سعر مناسب ولا ما سعر مناسب؟ اوكي؟ دي كلها قاعده ريسك مانجمنت بلان. في الكتاب بتاع البين بوك حتلقى شنو؟ بتاع الصفر العظيم حق البراكتس ستاندرد حيكون فيه كو البلان بتاعتك حيكون فيه 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 فيها كل التفاصيل، فيها مقدمه، فيها ديسكريبشن للبروجكت، فيها الميثودولوجي اللي حاستخدمها، فيها الاورجنايزيشن الريسك مانجمنت بتاع الاورجنايزيشن، فيها الرولز اند ريسبونسبيلتي اند اوثورتي يعني المهمات والمسؤوليات والصلاحيات محدده في ريس توليرنس مستوى المستوى انا حاقدر اتذكر التريس هولد المستوى الشركه تقدر تتحمله في الجايدنس في الاستراتيجيات في الريسك بريك داون ستراكشر نشوف الريسك بريك داون ستراكشر ده شنو لقدام دي كومبوننتس جوا البلان طبعا كلكم اتوقع عندكم السلايدات دي ممكن ترجعوا للمعلومات دي بالتفصيل اللي هو الميثولوجي دي فيها شنو؟ فيها التولز اند تكنيكس وكذا الريسبونسبيتي اند اوثورتي بنحدد فيها الريسك اونر والريسك اكشن اونر وهي كده. في probability اند امباكت ماتريكس دي عباره عن جدول فيه فيو اكس اكسس واي اكسس بنحدد من خلاله الريسك ده اذا هو اذا هو اول حاجه هو ثريت ولا هو opportunity طبعا threat يعني مهدد يعني negative opportunity يعني positive يعني يعني فرصه يعني ريسك ايجابي فالحاجتين ديل عندهم جدول فيه اذا كان very low very high uh, medium وهكذا this risk mask, matrix برضو مرات بقوم بعمل ريفيجن للstakeholder هولدر tolerance يعني هولدر ده بالمناسبه بني ادم صح ما هو زول في الاخر الزول ده فجأة بكون معك وفجأة بيقلب عليك صح؟ فأنت مفترض تراجع الزول ده كل فترة والثانية يعني يعني بالعربي كده موضوع عريس الجبيل ده أبوك لما قلت له العريس كان 2017 قلت له يا أخي العريس 2018 كده في نصها أبوك ده 2017 كان مرتب يا زول أمور واضحة قال لك يا زول قدام يا زول بعد شوية خش الزراعة يا زول الزراعة فشلت وبتاع صاحبك سخن ده الستيك هولدر اساسي صح ده السبونسر ذاته حق الموضوع خاصه لو انت زول جعان يعني, يعني فحيقوم الزول يغير رايه يقول لك اسمع كده شنو البيت ما جاهز وانت شويه كده اشتغل كده اتكلم معاهم الحنك ده عرفت كيف؟ فده لازم عشان كده يكون في في طوال انت بتراقب بتراقب الوضع بتراقب الوضع بتراقب الوضع وهكذا. جميل؟ ان شاء الله بس الامثله اللي انا بطرحها دي تكون قريبه لفهم الناس عشان ما اقدر اقوم اكبر القصه. برضه من الكومبوننت البادجيتنج وفي كلمه البوتجينج او عمليه الموازنه او القروش في مصطلح مهم جدا نحن نحتاج له هنا اسمه الكونتنجنسي ريزيرف يعني يعني الاحتياطات النقديه اللي انا بختها للريسكات اسمها الكونتنجنسي ريزيرف وفي مصطلح ثاني اسمه المانجمنت ريزيرف او الـ او الـ الاحتياط الاداري جميل طيب الفريق بيناتهم بسرعه كده الكونتنجنسي ريزيرف ده عباره عن 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 قروش انا فصلتها تفصيل على الريسكات دي والقروش دي اذا الريسك ده او او ما حصل بشيلة برجع للمؤسسه عرفت كيف يعني دي قروش انا مفصله لشنو لريسكات معين يعني مفصله انه يا اخي اذا حصل الريسك ده انا هدفع القيمه دي واذا ما حصل رجع لي قروشي راجعه جميل جميل في حاجه اسمها المانجمنت ريزيرف المانجمنت ريزيرف ده بيحسبوه كنسبه من كونتنجنس ريزيرف من البطجت حقه المؤسسه حق المشروع كله النسبه دي بقوم باخذها زي طاقيه كده لكن طاقيه حلال ما الطاقيه اللي بيعملوها المقاولين دي طاقيه بيعملها المانجر ذاته والسبونسر بيصدق عليها وكده الطاقيه دي بيستخدموها في شنو؟ بيستخدموها لما تجينا حاجه زي كورونا دي ما معروفه جات من وين وتفاصيلها شنو فجاه كده وقعت الحالة لما تيجي كده فجاه بقوم بجيب المانجمنت ريزيرف زي اللي اصلا ما عنده ما عنده شغل ده بجيبه بشغله في الحته دي اسمه المانجمنت ريزيرف زي كده واضحه في الريسك مانجمنت برضو الريسك مانجمنت بلان فيها التايمنج فيها البودجيتنج فيها الريسك كاتيجوري تصنيف الريسك ده الكاتيجوري هنشوفه هسي في الريبورتنج فورمات لما يعمل ريبورت حيكون شكله شنو في فورم معين حق الشركه طالع من ال من الاورجانيزيشن بروسيس اسيت الاوبا اوكي وعمليه التراكنج دي الفتت دي كلها شنو كلها مكونات البلان جميل وارجعوا لها طبعا عارف احب اتكلم سريع ورتم عالي عشان اقدر اغطي اغطي ال المنهج انت عندك عفوا عندك الماده دي مسجله ممكن ترجع لها واحده واحده ممكن تقدر تفهمني اذا ما فهمتني على اساسا طيب ان آه شاء الله تكونوا فاهمين عندك حاجه اسمها الريسك بريك داون استراكشر مفهوم مهم مهم جدا 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 آه اول حاجه عندك البروجكت ريسك كده في الليفل زيرو ده لو ملاحظين معاي في الليفل الثاني من البريك داون استراكشر التقسيم يعني قد يكون الريسك ده مانجيريال ريسك مانجمنت يعني حاجه تابعه لشنو؟ تابعه للاداره مساله اداريه ممكن يكون مساله خارجيه اكسترنال يعني انا ما ما عندي على سي ممكن تكون خاصه بالتكنولوجي شوف ده تقسيم تقسيم ده مناسب افتراضا اي زول ممكن يعمل تقسيمه بتناسب معه لكن ده مثال لريسك بريك داون استراكشر طيب نشوف مثلا التكنولوجيكال او خليه يشوف الاكسترنال يعني المؤثرات الخارجيه على الريسك ده شنو؟ قال لك الكلتشر الكلتشر الثقافه اذا انت ما عرفت ثقافه الناس في المشروع ده او في المنطقه اللي انت فيها دي بالمناسبه ما تقدر تشتغل الثقافه من حيث بلوتيكال يعني مثلا في ناس بيقول لك بيقولوا شنو الحاجه العويرة، قاعد يقولوا الادارات الاهليه ايوه دي حاجه قد تكون واقع في بعض المناطق يعني إيه انت عايز تعمل عايز تعمل مشروع لازم تحترم الادارات الاهليه وعارف الطرق الصوفيه وما عارف الشيوخ المناطق الكلام ده 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 الكلتشرال ده, ده واقع تفرض تتعامل معه كريسك مانجر الليجال ايشوز التفاصيل القانونيه الانترست جروبس الناس اللي عندهم انترست في الموضوع ده ناس الضرائب وما اعرف وناس الناس الاتاوات دي الايكونوميكال ايشو من حيث هو اكسترنال طبعا المساله المساله الاقتصاديه دي مساله اكسترنال يعني مثلا زي الليبر ماركت يعني مثلا هنا في الخليج بيجيبوا الهنود بيجيبوا الهنود ليه؟ لانه لانه الناس الكوست بتاعه منخفض وكتار بيشتغلوا وبيجوا فده ليبر ماركت فانت عشان كده بيقوموا بيجوا ناس في السودان احنا برضه حاليا برضه الناس اللي بيصنعوا في الصين يعني الايفون ده بيصنعوه في الصين ليه كان يعني او مثلا فاجن والتويوتا والحاجات دي مصانع في عندها مصانع في الصين ليه؟ لانه الليبر ماركت هناك متوفر ورخيص ذا ايكونوميكال والفاينانشال ماركت برضه وهكذا فانا ما ما ادري اقوم اسهب في الموضوع فدي دي دي تم ملخص عن شنو؟ عن ال الريسك بريك داون استراكشر ان شاء الله يكون واضح الكلام أه نمشي قدام نحن كده يا اخواننا مرقنا من البلان خلاص البلان دي ظبطناها هنقوم نخش في شنو؟ هنخش في انه نبدا نطبق المخطط ده بحيث اننا نقدر نعمل ايدنتيفيكيشن يعني يعني نحدد دي ريسك ولا ما ريسك وهل الريسك دي انا مفترض اسجلها ولا ما مفترض اسجلها ومستوى الايفورت اللي انا حابذله في الريسك دي اللي قدام بيتقاس لي قدام لكن انا مفترض في الايدنتيفيكيشن ريسك ده اي ريسك انا جاتني خاشه كده في راسي بسجلها بعد ذاك تصنيف هذا خليه لي قدام وده وفي معلومه خدوها من هنا واللي قدام انا لما نجي اعمل ايدنتيفيكيشن لريسك قد اكون عارف بتعاملوا معاه وكيف بحكم خبرتي وحي جاري يعني من السماء كلمني زول ترستا من موقع ايا كان فلما نكون عندي معلومة زي دي بقوم بضيفها، بسجلها ومن السي الاوتبوت حق الـ حق الايدنتيفيكيشن ريسك حاجة اسمها الريسك ريجستر او مسجل الريسك المسجل, المسجل ده عبارة عن عبارة عن ورقة فورم كده كبير فيه اي ريسك انا لقيته مكتوب فيه اسمه كده ريسك ده والريسك ده والريسك ده والريسك بالترتيب تمام الريسكات دي كلها ممكن انا اسجل جنبها إني ممكن اتعامل عبر الطريقه دي اوكي طيب الزمن كيف الزمن فضل 10 دقائق يا اخوانا زمن جاري يعني طيب جميل نحاول نواصل آه عمليه الايدنتيفيكيشن للريسك يا اخويا يا شباب عمليه التحديد حقه الريسك اللي هي بروسيس بتاع ديترمينينج انا احدد الريسك ليش شنو واحدد الخواص حقته يعني يعني الايدنتيفيكيشن ريسك بدايه بحدد الريسك هي شنو وحدد الخواص حقتها الفائده شنو الفائده انه انا اكون متحسب للايفنت اللي هيحصل انه يا اخي مستقبلا معروف انه شهر سبعة حيكون موسم الامطار موسم الامطار شهر سبعة خلاص ريسك معروف انه في مطره جايه تمام طيب من خلال لو لما نسجلها بعد ذلك بكون بعرف اتعامل معها كيف وضحت يعني تلك ريسك انا حددتها في ريسك تاني في ريسك تاني مثلا الطرق هتنقطع مثلا الـ الـ انا عارف انه طريق 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 الانغاس الغربي ده ولا طريق شنو ما عارف شهري شهري سبعه لو حصل فيضان حيقوم ينقطع المفروض انا كـ 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 كمدني عباس بدني اقوم اشيل المؤونه اللي بتكفي ناس كردوفان من السيا نقول لهم خليها قاعده في ستوكات هناك ده كمثال يعني عرفت كيف فانت بتكون عارف انه مستقبلا هيحصل شنو فبقوم بتعامل الحاجه دي مـ 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 يعني قبلا يعني أمام مقدما آه... طبعا زي ما قلت لكم لانه الريسكات ما بتا... ما بتكون عارفه كلها من الاول يعني انت من اول ما عملت المشروع ما حتكون عارفه كل الريسكات هي شنو فعلى اساس زي ما قلت لكم بيكون مساله اتريتيف كل ما انت ماشي في المشروع كل ما شنو كل ما المعلومات زادت آه... زي ما قلت لكم اول ما الريسك يتحدد ممكن بوتنشال ريسبونس to be شنو؟ to be recorded يعني الحل بتاعها ممكن تسجله بداية uh, عندها ثلاثة خطوات رئيسية بتعملها identify و document و categorize بتسجلها بتحدد أول حاجة بتسجلها بالتكتيبة بعد ذلك بتحدد هي تابعة لها شنو؟ حسب الريسك بريك داون استراكشر هرجع لقدام نشوف التفاصيل كالعادة أي risk عنده كريتيكال صفر عظيم اي 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 بروسيس عندها كريتيكال سكسس فاكتور عشان تنجح زي ما زي ما قلنا قبل الباريرز تو انه ينفذها والستيك هولدر انفولفمنت في الديسك مانج في الديسك مانجمنت بلان هنا في ال في الايدنتيفاي ريسك عندي زي 10 طبعا في الكتاب هلقوها مفصله جدا جدا انا حمر على سريع انه مفترض انت لو قدر الامكان يكون في ايرلي ايدنتيفيكيشن كل ما انت حددت المشكله بدري كل ما قدرت تتعامل معها سريع زي زي في امراض خبيثه كل ما نحن عرفناها بدري سخصناها بدري كل ما التعامل معها كان اسهل وهكذا آه في مالتيبل يعني انت مفترض تكون زي ما بيقولوا اوبن مايند يعني الريسك لما تيجي تحدده ما تخليك مركز مع مع الريسكات الايكونوميكال بس الحاجه عندها علاقه بالقروش لا في سوشيال في في سوشيو كلتشرال في مثلا ريسكات عندها علاقه بالستيك هولدر في ريسكات كده عندها علاقه بتفاضل كده بالسبلاي تشين بالسبلايرز بال في ريسكات عندها علاقه بالكاستمر وهكذا فلازم يكون انت لما تيجي تعمل ايدنتيفيكيشن ما تركز على حته واحده بس يعني ما تكون زي عزكم الله العامل كده ده طيب الاميرجنت ايدنتيفيكيشن برضو مرات بيكون الريسك ده بيحصل فجاه على الاساس ده المفروض يكون زي ما قلت فيه contingency في كونتنجنسي ريزيرف محدد قاعد موجود المفروض يكون كومبرهنسيف يعني شامل المفروض يكون محدد الاوبورتيونيتي شنو والثريت شنو المفروض يكون لينكت مع الاوبجكتيف يعني الريسك ده تابع للكوست الريسك ده تابع للجدول الزمنيه الريسك ده تابع للكواليتي الريسك ده تابع للتعاقدات البروكيرمنت الريسك ده تابع وهكذا يكون محدد الـ الهدف بتاعه شنو آه يكون في اونر شيب يكون في اوبجكتيفيتي شاف اوبجكتيفيتي دي قاعده في اي حته الله يتعبت معانا الزول ذات نمشي لقدام آه نشوف طيب طوالي نمشي على التولز التكنيكس قبل ما اخش في التولز التكنيكس لازم تعرف حاجه معينه التولز التكنيكس المكتوبه في الكتاب دي ما حقت ريسك مانجمنت بس يعني انت ممكن تستخدمها في الكوميونيكيشن ممكن تستخدمها في الـ في السكيدول تستخدمها في التايم على حسب تستخدمها في الانيشيتنج في البدايه تستخدمها في النص في الاكسكيوتنج تستخدمها في الاخر في البلاننج على كيفك وممكن تستخدمها في حياتك العامه فهو هو يس بيعمل في شنو الزول عشان ما تتخلع بعدين لما تخش اليوتيوب او تخش جوجل وتكتب مثلا مونتي كارلو ده شنو حيقوم يشرح عليك جنرالي لانه انت بتوظف تولز ذا تكنيك مستخدمه عموما في الريسك مانجمنت المفهوم ده مهم جدا تعرفه انه التولز اند تكنيكس المكتوبه في الكتاب دي ما حقت ريسك مانجمنت بس جنرال يعني ممكن يستخدمها في كذا في كذا علم من العلوم وحين نتكلم عن الموضوع ده قدام لما نشوف مونتي كارلو جات من وين طيب اي ريسك اي تولز او تكنيك عندها ويكنس وعندها سترنس عندها نقاط قوه وعندها نقاط ضعف في الكتاب بعدين في الاخر بتلقى في ابندكس كده مفصل لك الـ 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 انه اي اي تولز او تكنيكس عندها بوزيتيف بوينتس وعندها نيجاتيف بوينتس وعندها كريتيكال سكسس فاكتور المساله دي أنتم ما،, ما تخافوا منها دوم بي بانيك لانه الـ 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 الاسئله بتاعتها في الامتحان ما كثيره يعني ما بيسالك بيقول لك يا اخي مميزات ال اسمع شنو مميزات الانترفيوينج شنو ما بيسالك سؤال زي ده بيجيب لك سيناريو بيقول لك الحاجه دي مناسبه ولا ما مناسبه طيب بيقول لك انه ما ممكن تكنيك واحد يديك كل يديك كل المعلومه انت بتقوم بتعمل كومبينيشن يعني بتعمل خلطه كده بين التكنيكس عشان تقدر تحدد التكنيكس ده مهم مفيد ولا ما مفيد طيب التوز التكنيكس بتاعت الايدنتيفاي ريسك بروسيس حسب الكتاب بيقول لك انه في حاجات هيستوريكال يعني في تكنيكس بتنظر للمعلومات السابقه وفي تكنيكس بتنظر للمعلومات الحاليه وفي تكنيكس بتنظر للمعلومات المستقبليه بسموها الكريتيفيتي تكنيكس مثال عندك مثلا ذا تشيك ليست التشيك ليست دي ورقه فيها فيها نقاط معينه انا المفروض اراجعها الورقه دي مثلا مثلا في الحاجه دي متوفره في مثلا حفاره تيك متوفره في مثلا العامل حق الحفار عنده رخصه تك ايوه تمام هل هل عمليه الحفر تمت وفق المعايير بتاعت بتاعت البلديه ايوه تك تمام دي اسمها تشيك ليست التشيك دي بتتعامل مع معلومات مسبقه المعرفه اصلا موجوده فبيستخدم فبقولوا انها هيستوريكال ريفيو مساله تتعامل مع الماضي في زي الاซامشن اناليسيز انا عندي عندي افتراضات معينه الافتراضات دي انا مفترضه فلما نجي احلل الافتراضات دي دي حاجه انا مفترضها حاليا أو بريزنت بتعامل معها حاليا. طيب البرين ستورمينج مثلا كتكنيك او عمليه العصف الذهني او التفكير الجمعي ده كلنا مع بعض نقوم نفكر في انه كيف نحل مشكله معينه الحاجه دي تكنيك حتقوم تفرز لي حاجه بتعامل معها مستقبلا اوكي؟ دي اسمها الكريتيفيتي تكنيكس. آه نمشي لقدام نمشي لقدام آه عندك

وممكن ما تجي في الامتحان وانا ما بفسر وانت ما تقصر وطبعا في كود of ethics وكلام زي ده فعموما الميتا لانجويش دي يعني شنو؟ شوف قال لك as a result of cause. بسبب هذا هذا السبب يعني بسبب ده لوجود السبب ده a risk may occur يعني ممكن الريسك ده يحصل which would lead to effect يعني هو حيأثر كالتالي تمام بسبب انه ده فصل الخريف المطره هتنزل والمطر دي هتقوم تطبج لي الواطات وتطبج لي الخرطوم وتقفل لها الشوارع وتقطع لها السبل وتعمل لها مشكله في الكهرباء ومثل مويه يقول لك الكهرباء قاطعه ما في مويه وناس هتكتب في الفيسبوك ويجي يقول لك انت كان ما عارف كده اوكي بسبب الخريف هتحصل أمطار، الأمطار حيكون أسرع بتاعتك، يسمى ميتا لانجوج، عشان أعمل بيها شنو دي؟ عشان أفرق ما بين ما بين الايشو وما بين الريسك وما بين الكوز وما بين الافكت. إن شاء الله تكون وضحت كده. شوف المطرة الجاية دي. آه المطرة الجاية دي آه عندك بس حالياً التولز أند تكنيكس بتاعت الـ identification بتاعت شنو؟ بتاعت الريسك. زي ما قبل في البلاننج كان عندنا انبوت، تولز أند تكنيكس أنبوت. حاليا في الاندنتيفيكيشن عندنا انبوت لكن لاحظ معي كمية الانبوتس اللي قاعدة في الايدنتيفيكيشن حق الريسك بروسيس هنا تظهر الباور حق الاندنتيفيكيشن تظهر الباور حق الريسك مانجمنت انها بتتداخل مع كل النولج اريز عندك 13 انبوت انت تتعامل معاهم عشان تعرف الريسكات حقتك وعندك 7 تولز اند تكنيكس وعندك اوتبوت واحد اللي هو ريسك <متحدث> ريجستر تحليل الفرضيات تمام طيب نشوف الانبوت شنو لاحظ معي عندك الريسك مانجمنت بلان اللي هي طلعت من البروسيس اللي عندك الكوست مانجمنت بلان طالعه من الكوست بلان عندك السكيدول مانجمنت بلان او التايم مانجمنت بلان اللي هي عندها علاقه بجدول المشروع عندك الكواليتي عندك الهيومن ريسورس او الريسورس حاليا في الديشن الجديد عندك السكوب بيز لاين دي كلها طالعه من بروسيس الثانيه انا بخمها كلها بدخلها إنبوت وين في الايدنتيفيكيشن حق حق الريسك شوف الستيك هولدر ريجستر البروكيرمنت ال انفيرمنتال فاكتور والاورجانيزيشن بروسيس اسيتس فدي كلها انبوتس شوف التولز اند تكنيكس عندك دوكيومنتيشن ريفيو مراجعه على شنو دي بالكم طيب عندك مراجعه للدوكيومنتس لل عندك انفورميشن جاديرينج تكنيك عمليه جمع المعلومات ده تكنيك فيه كذا حاجه في تشيك ليست اللي تكلمنا عنها قبل عندك الاسامشن اناليز تحليل الفرضيات طرق تحليل الفرضيات عندك طرق طرق البيانيه او الرسميه عندك السوات اناليسيس سترينث ويكنس اوبورتيونيتي اند ثريت ده بتاع استراتيجيك مانجمنت عندك الاكسبرت جادجمنت او الناس المعلمين احفظوها كده او البوت بتاعك هو الريسك مانجمنت طبعا ده مربط الفرص المشكله كلها قاعده هنا يعني انت عايز تنجح في امتحان الريسك مانجمنت المفروض تكون خبير في التول اند تكنيك انت شغلك شنو؟ انت بتجيب الانبوتس بتقوم بتعجنها بالتولز والتكنيكس. الريسك مانجر الحريف اللي هو بيقدر ينفذ اكبر عدد ممكن من التولز والتكنيكس ويطلع بها اوتبوت ممتاز. جميل؟ ايوه آه. مصطفى زماننا كيف؟ امشي لقدام شويه. طيب لو لاحظتوا انا قبل كنت بتكلم عن شنو؟ عن الـ عن الانفورميشن جاذرنج تكنيك عن الطريقه اللي الب... بها الب... البيانات شوف عندنا اول حاجه انا طبعا هشرح الكلام ده سريع وانت حاول ركز معاي وان شاء تقدر تـ 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 ت... انا دايرك بس تاخذ معلومه از ماتش از يو كان يعني از ماتش انه ابليكابل تاخذ المعلومه وخذها وعندك التسجيل قاعد عندك اول حاجه البرين ستورمينج العصف الذهني ده بيكون نقاش وحوار في ورك او في زي ما بقولوا في بسموها الور روم غرفه كده بتكونوا قاعدين فيها في اجتماع عندكم مشكله تطرحوها بتتناقشوا فيها النقاش ده بيسموه البرين بنقوم بعد ذاك في النقاش ده بنقوم بنطلع نقاط معينه اولويات مهمه بيقول لك من العيوبة، الكلام انا ما كاتبه هنا لكن بتلقاه في في الكتاب انه انه البرين ستورمينج ده لما يكون السبونسر والبروجكت مانجر قاعد فيه باقي الـ باقي التيم ما بحب يتكلم يعني بياخذوا جنبه كده كنوع من كسرت ليج اصلا بيلد ان فينا يعني ان احنا لما السبونسر يتكلم بنقوم شنو نعمل رايحين نكتب الملف دي حاجه ما كويسه طبعا يو هاف تو سبيك اب يعني النوع الثاني اسمه الدلفاي تكنيك المشكله بتاعت البرين ستورمنج انه نحن ما بنتكلم لما يكون في سبونسر ويكون في بروجكت مانجر اوبريشن مانجر ومديرك قاعد قدامك وقال كلام غلط وما تغلطه قاموا حلوها بحاجه اسمها الدلفاي تكنيك <تكلم> اللي هم بقوا الناس المشاركين في الور روم دي انونيمس يعني ناس ما معروفين عملوها بجروب بتاع واتساب عملوها بجروب بتاع بتاع وي اي نوع السوفت وير انت إيه بتخش باسماء مستعاره وبتتناقش وبكون في فاسيليتيتر قاعد دي اسمها الدلفاي تكنيك الحاجه دي تقريبا استخدموها ما اعرف زمان يعني زمان زمان جدا طيب الانترفيوينج دي مقابله عاديه تقعد مع زول عندك مدير تقعد معاه تقول له خص معنا اسمع انا دا داير اعمل مثلا الانترفيو معك فيما يتخص ما يتعلق بال... بالريسك مانجمنت وعايز نعرف ال... الريسكات الممكن تلاقينا في المشروع ده انت باعتبارك خبير واشتغلت مشروعات زي دي كده اكتب لنا هيقول لك والله يا اخي انت عارف سنه 77 لما كان عندنا مساله ال... كده ما عارف بعد عملنا واحد من زمن نيميري لما كان كده بيقوم بيقعد نظر لك انت من الكلام والناس الكثير اللي بيقول لك دي بتطلع لك معلومات مفيده بالمناسبه فالناس الكبار دي بالمناسبه ما نستهون بهم يعني جميل ده, ده الانترفيو في حاجه اسمها الروت كوز اناليسيس اللي هي الـ الـ التحليل بمعرفه السبب الـ السبب الاندرلاين او السبب الاساسي السبب الاساسي شنو المشكله لانه انت مرات بتكون في مشكله حصلت لك مثال مثال حصل حاجز بتاع حركه بيقول لك يا اخي والله الحاجز ده حصل في التحقيق بسبب انه الزول ده قتل ملف شمال والشارع ما حقه لكن انت كزول انفستيجيتور مفترض تشوف الاندرلاين كوز حتقوم تلقى مثلا انه الزول ده طلع عليه رخصه بتاعت قياده في كوستي سنه 2008 واصلا هو ما ما بيعرف يسوق ذاته شفت كيف؟ مع احترامي لناس كوستي انا من كوستي ذات فالمساله دي تعتبر الروت كوست، ده السبب الاساسي مرات قام مثلا حصل لنا حاجز في المصنع واحد قطع اصبعه ده السبب الاساسي انه الزول ده مثلا ما شا... ما اشتغل شا... يعني قبل كده ما 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 اشتغل الشغله دي او جابه جديد لكن لما تجي تاخذ المعلومه بتقول لك انه الزول ده مثلا قاعد يتعاطى مثلا عنده مشكله في البيت المراه دق شغلت شاكلت معاه مفلس راسه ما مع الشغل وهكذا اسمه الاندرلاين كوست فانت لما تعرف الاندرلاين كوست شنو بتقدر شنو تتعامل مع الريسك أه طيب طبعا انا حاقوم افصل في مساله انه كيف انا امتحن ليتر اون طيب نمشي لجزء ثاني اسمه الدايجرامينج تكنيك ده عمليه بتاع شنو بتاعه رسم من خلال رسم ده انا بفهم الريسكات اللي بتتناسب معاي وبعرف الريسك شنو وسبب شنو اول حاجه حاجه اسمها كوز اند افكت Diagram، بيسموه ايشوكاوا وبيسموه الفيش بون دي تكنيك بالذات بدروس لما تكون قاعدة كواليتي في الكواليتي قاعده إيشوكاوا ده واحد ياباني بيحلل حلل انه الفشل في حته معينه جاي من وين اسمه ايشوكاوا عندك السيستم بروسيس فلو تشارت اللي هو دي الرسمه اللي فيها الفلو تشارت فيها بتوضح لك العمليات ماشيه كيف عندك الانفلونس دايجرام اللي هو التاثيرات جايه طيب الكلام ده سي عام صح؟ خلاص انا بقوم فصله لك ركز معي في الرسمه دي ده ايشوكاوا او الفيش بون قال لك يا اخي المشكله حقتنا انه في ستاف تيرن اوفر عالي يا اخي ستاف تيرن اوفر دي احنا ما فاهمينه يعني مثلا الناس بيخلوا الشركه يسافروا بيمرقوا، الناس مع الناس شغاله في امان الله بيقوم بوب بيجي في السعوديه بوب يتخارج. ليه تحصل الحاجه؟ لما يجي يحللها قام قال لك مثلا شوف قام مص... قام خط مثلا اسباب عندها علاقه بالانفايرمنت اسباب عندها علاقه بالطموح، اسباب عندها علاقه بالكارير بروسبكتس، يعني اهدافه من خلال من خلال الكارير حقته، من خلال الشغل بتاعه، في اهداف عندها علاقه بالساتسفاكشن الرضا الوظيفي، في حاجات عندها علاقه بالريميونريشن او او التعويضات الماليه. فقام يا اخي قال في مساله satisfaction انه مثلا الزول ده بتاعه يعني مثلا انه الزول ده كل مره من قسم لقسم من قسم لقسم قام قريف قام بيتخارج من الشركه التشنجز مثلا الريكوجنيشن انه مثلا هو مجهود ببذل مجهود لكن ما بيقول لك كلمه طيبه ما شغال به الزول ده مهمش دي برضه من اسباب انه يتخارج قام قال لك مثلا في الريمونريشن مخطط ايشوكا او مخطط السمكه ايوه السمكه السمك طيب الريمونريشن عندك شنو؟ عندنا التعويضات الماليه زي مثلا البيزك باي الزول ده مثلا مرتب ما مرضي له بالنسبه له الزول ده راجع والزول دي لها سنتين ووضعه ما مرتاح وبتاع سافر بوب يتخارج مشى مشى الامارات مشى عمان ما بيزك باي البنشن البنشن ده يعني انه انت بعد بعد تكبر كده وصل 70 سنه بيقوم بتتقاعد لما نتقاعد المفروض يجيني قروش صح؟ دي الناس اربابه المعاشات والجماعه دي فأنا اذا المسألة طبعا نحن في السودان ما شغالين باكتر لانه المعاشين ما بدهم حاجه لكن برا انا ممكن اخلي الشغل لانه فاهم انه المعاش اللي ده الشركه دي ما حيكفيني بقوم بخلي الشغل الكار ما عندي عربيه سيد الكار سيد القرار صح الحديد طبعا دي عامل مشكله كبيره طبعا والهيلث النازل في المؤسسه دي ما مهتمين بصحتي فانا ما حاشتغل معهم وهكذا ده اسمه المخطط بتاع الشوكاوا او المخطط بتاع شنو؟ بتاع الفيش بون اوكي؟ نمشي نشوف تكنيك ثاني مصطفى الزمن كيف؟ انا والله يا اخوانا بس الزمن دي عمل لي 20 دقيقه ممكن ناخذ 25 دقيقه ثانيه ناخذ الاسئله طيب آه انا والله صراحه كده طيب نتيم نتيم النقطتين ديال عشان نكون وقفنا في حته كده مناسبه آه الانفلونس دايجرام طيب ركز معي عشان تفهم الانفلونس دايجرام ده دي بيتكلم عن شنو ال الكلام بالعربي ده خليه بالانجليزي ده خليه انا مثلا عندي عندي مشكله مثلا دار اقوم اختار بدر بدر دي يعني يعني مناقصه يعني عطاء فتح وعطاء طبعا دي الطريقه العلميه للعطاء ماذا العطاء اللي الجماعه الطيبين العطاء ده مثلا المؤثر على اختيار العطاء شنو مؤثر عليه حاجتين انه التيم او اللجنه اللي حتقوم تحدد انه العطاء ده ينزل لفلان الفلاني اللجنه دي هي المؤثره في اتخاذ في اتخاذ القرار في انه شنو يعني ده بياثر مباشره على ده اوكي الكومبتنسي اوف اسسمنت تيم بياثر على selection بتاع شنو بتاع البيدر طيب والكواليتي اوف بيت ذاته يعني الزور الرمر كراسه ده اذا كراسه دي محترمه ومليانه عنده ريسك اسيسر عنده بي ام بي وعنده ما عارف سيفتي اوفيسر وعنده وعنده خبره اكثر من 20 سنه في المجال فالكواليتي ده باثر مباشره على شنو؟ على اختياره في البيت طيب البيدر ده ذاته الكواليتي اوف بيت بيتاثر بشنو؟ بتأثر بالكومبتنسي حقه البيدر اللي هو الزول ده قبل كده يشتغل عطاءات كثير وعنده خبره وبتاثر برضه على 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 الكراسه الاساسيه حقه العطاء اللي انا نزلتها يعني انا كمؤسسه طارح عطاء بتاع خط بتاع 11 كي في اي او بتاع, بتاع بناء بتاع مستشفى جديده العطاء ده لما نكون مفصل كويس بيأثر لي على شنو على على الكواليتي حقه العطاء المقدمين به والناس ده لما نكون مفصل التفاصيل ممتاز الكراز حقتي دي معناها شنو معناها العطاء ده حيقدم لي معلومات كويسه في العطاء استفيد منها فمعناها المؤثر الاساسي على الكواليتي اوف انفورميشن اوف انفيتيشن تو بيد بيأثر عليه اصلا انت من الاول الانفيتيشن ده كان شكله شنو؟ شايف حاليا انا ما تفهم جوه بشنو تفهم انه في حاجات كثيره مؤثره على حاجه واحده اللي هي سيلكت اوف بيدر ده هو الانفلونس دايجرام انه افهم المؤثرات الاساسيه على الموضوع بتاع السلكشن حق البيدر ده جميل وهكذا آه انا ما اعرف اللايف بتاعي وين طيب جميل آه حاليا فهمنا الانفلونزا جرام يا اخواننا ان شاء الله تكونوا فهمتوه لانه يعني اي دونت هاف تايم تو ريبيت لكن او ريبيت ليتر اون لو لقينا زمن هنمشي نشوف السيستم فلو تشارت الفلو تشارت زي زمان لو قريته حاسوب تلقوا انه يا اخي من البدايه بعمل بيجين بعد ذاك بقوم بشوف الكاستمر ده بقوم بعمل كونتاكت مع الكستمر، يلا دي 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 منظومه بتاع شنو بتاعتي انه انا داري عليه حاجه فالمنظومه مبنيه على شنو انه اول حاجه ببدا بقوم بضرب بضرب تليفون للكاستمر بقوم باخذ من الكاستمر فيدباك الفيدباك ده لو كويس بوزيتيف يس بقوم بعمل ريكورد الفيدباك وخلاص انتهينا من الفكره دي اذا الفيدباك بتاع بتاع الكاستمر نيجاتيف ما يعني ما بوزيتيف يعني هقوم اعمل اسكاليشن اصعد المساله دي للاداره انها تعرف المشكله شنو عندها ده في الامبروفمنت حق البرودكت حقه يعني مثلا زي الاستبيان كده بيقوموا يضربوا لك ناس زين بيقول لك يا اخي انت اتصلنا بك اتصلت بخدمات المشتركين وناس خدمات المشتركين ردوا عليك اه رايك شنو فينا؟ طبعا هم كلهم طبعا صح؟ فهتقوم كلهم حيقول لك نيجاتيف كلهم نيجاتيف صح؟ ودي انا شكل بقى ينزل فالنيجاتيف ده شنو؟ معناها دي البروسيس يعني بتاعت الفلو تشارت اوكي؟ نمشي للسوات اناليسيز وانا افضل انه يا مصطفى نجيب هنا لانه ما في زمن أه نقوم نواصل كده يا مصطفى فيدني اذا كان ممكن نتم السوات اناليسيس ولا لا احنا والله يا اخي كويس وصلنا 62 سلايتس اتس كويت انف يا طفو طيب يا اخوانا انا عشان ما عشان ما اخذ اكثر من الزمن المحدد لي اقوم افتح باب الاسئله يا اخواننا عندنا about 15 minutes for questions فاسالوا وأنا حاجاوبكم محمد حسن ودريبيعه أه تدفق المعلومات صفاء العجب عبد الرحمن أه درملي كيف بالله اسالوا يا اخواننا أه انا انا معاكم حاليا أه اذا في زول عنده زول عنده سؤال عن المعلومات اللي نزلناها يا هندسه دايرك داير اسالك هل الار RMP عباره عن دورات بتتحدث تتحدث كله خمسة سنة زي البي ام بي ولا بتتحدث ولو بتتحدث هسي البنت اللي بتدرس فيه حاليا دي دورة الدورة الكم وباقي عليها كم سنة من تتحدث لو طبعا انت لو حضرت معانا المحاضرة اللي فاتت يا عبد الله يا ادم عبد الله كان عرفت لكن ما مشكلة احنا هنا عشان نخدمك يا برنس البتاعة دي ما هتتحدث لحد 2021 نص 2021 فانت حاليا بتحضر في الحاجة اللي هي حاليا شغاله يعني وحتى هم بعد ما يحدثوها ونزلوا الاصدار بدوا الناس about six months حتى بعد ذاك حدثوا الامتحان يعني حتى بعد ما نزلوا الحاجه دي هيقوموا يدوها ثاني ست شهور حتى يحدثوا الامتحان ويا ادم المساله دي ما بتاخذ معك زمن يعني it's quite easy you can do it يعني آه سؤال ثاني عبد السلام تركيت شكرا جزيلا آه في سؤال يا شباب لا يمكن لانه اي questions ما أعرف الناس دي وين ال... صوتي واضح يا شباب وين تسجيل الامتحان آه, تسجيل الامتحان آه, ده في 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 الاونلاين في البي ام اي المحاضره الاولى فيها التفاصيل دي في اول 10 دقائق يا لمياء عبدالقادر آه يا شبو شكرا لك آه عايزين أمثل لسيناريوهات اللي في الامتحان السيناريوهات اللي في الامتحان آه في 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 زي بنك آه question بنك آه ممكن أنا أعمل له شير لكم what's common cause common cause failure uh, what kind of failure did you mean يا أسامة ال uh, common cause of failure uh, كثيرة يعني في حاجات كثيرة بتسبب الفيلير الكومونز اللي هي بتتعلق بالconstraints حقت المشروع اللي هي السكوب والتايم وال وال والكوست تايم والسكوب فديل هما اللي, هم اللي بيتاثروا ودائما التشينجز الكتيره هي الكومن كوز اوف فيلير لما تغير كتير في المشروع مشروعك هيقوم يحصل له لوس وهتبقى في في كولد بليتنج وكده تلحق يا محمد حسن وضربيعة من انك تحضر اللايف ثاني في الجروب او تخش في اليوتيوب او تخش الجروب بتاع بتاع نيوتن عندهم هناك او انا ممكن ارسل لك منه نسخة ما مشكلة هل ممكن يحصل اوفر ايدنتيفيكيشن ريسك هل ده بيأثر على التايم والكوست طبعا يا حنان الاوفر ايدنتيفيكيشن ده بيحصل لما انت ما تكون عملت تيلورينج من الاول البلان انت لو حددت فيها مستوى الريسك مانجمنت اللي محتاج ليه وانت اول يعني انت لو عملت بلان صحيحه ما هيحصل لك اوفر ايدنتيفيكيشن الاوفر ده بيحصل لما انت تكون ما عندك محددات انا قبل قلت لك يو كان مانج وات يو ميجر فانت من الاول عارف انه الشركه دي عندها بوليسي بروسيجر وعندها بادجت معينه ممكن تتخطاها وعارف الثريش هولد وعارف التولرنس حق الستيك هولدر وهكذا فعلى اساس ده انت جارول سيد جارول ده فنان صح؟ يا رب قبل كده انا اتكلمت مع sponsor identify new stakeholder with with the requirements for sure they will creating change request is it, it risks issue طيب هو بيسال سؤال ممتاز سؤاله قال انه يا اخي لو 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 جاء stakeholder جديد مالك جديد او ايا كان هل الزود انا بعتبره risk او requirements حق ال requirements حقته بعتبره risk انت ما بتقدر تعتبره ريسك من اول مره. التشنج ده عشان يتم بيخش ببورد بيسموها السي بي حاجه اللي هو في كنترول كنترول بورد ايوه سي سي بي. التشنج كنترول بورد ده انت كريسك مانيير جزء منه بالمناسبه. فبتشوف انه تاثيرات التشنج ده على المؤسسه شنو؟ واي تشنج طبعا ديفنتلي عنده تكاليف وعنده تاثير بالزمن. انت ما تعتبره ريسك الا اذا كان الحاجه دي الشركه ما صدقت عليها. يعني 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 هو التنجي ده اذا صدقوه خلاص ما هو بقى جزء من الـ من التايم والريسك الشركه حتديك زمن زياده وحتديك اه تفاصيل زياده فاتمنى يكون صفاء العجب what is the difference between facilitated of workshop and focus group والله سؤالك تكنيكي والله سؤالك ده يعني الفاسيليتر بتاع الوركشوب ده ده الزور اللي بيقدم الورك شوب وبسجل النقاط الفوكس جروب ده المجموعه اللي انا بركز عليها خليني يا صفاء ابحث لك يعني الموضوع ده سؤالك ده صراحه انا ما عندي معلومه عنه اكيده لكن لاقتني لاقتني ل... ل... المساله دي مصطفى بيقول لك يا جارول التشينج ادفايزري بورد اللي هو نفسه هم نفسهم الناس اللي بيحددوا لك مستوى التغيير انا هذكر سؤال صفاء ده عشان اجاوبه له طيب هل كورونا تعتبر من الريسك وهو يا يده فارس اذا ما كورونا ريسك ريسك شنو ثاني؟ انت قاعد في بيتكم عشان الكورونا. طيب كورونا جنيتي ذير از ا سيريز اوف سوفت وير root روت كوز اناليسيس كان يو ادفايس والله يا اسامه انا ما عندي فكره عن الروت كوز اناليسيس سوفت ويرز لكن عندي مش عندي فكره عن الجنرال اناليسيس uh, analysis اللي هو في 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 سوفت وير كذا اسمه طالع من من برايمافيرا السوفت وير دي بيشتغلوا بيها الريسك مانجمنت شكرا شرح ظريف ومثمر شكرا الله يديك العافيه تمام جزاك طيب خلاص مع شكرا الناس كده عندها اذا في زي عنده سؤال ممكن ينزله في التعليقات وان شاء الله لا اون ممكن نتناقش فيه شكرا جزيلا يا شباب آه 110 نفر في السلايد لحد النهايه و اي ام يعني كوايت زي ما بيقولوا زي ما بيقولوا انتريك باي ذس اتندنس شكرا جزيلا آه راجعوا الجروب بتاع نيوتن راجعوا الجروب بتاع الصفحه ممكن تخشوا عليه في في الماسنجر انا يعني هحاول قدر الامكان انه اوفر كل الداتا في ناس سالوا عدد حقت النبش ما ناسيكم هعملها هعملها ادخلها في في جوجل درايف وانزلها لكم دون هيزيتيت يعني انت ما تتردد في انك تسال عشان تتعلم احنا اذا عارفين المعلومه هنديك لها اذا ما عارفينها حنبحث عنها ان شاء الله مع بعض ونجيبها لكم آه انا شاكر جدا ان شاء الله نلتقي في المحاضره بتاعت بكره 8 ونص يا اخواننا عشان ما نخش في زمن المحاضرات الباقيه الناس دي اللي احنا قعدنا ناكل منهم زمن كثير ناس اللي ريسيرشر فحاولوا 8 ونص تكونوا قاعدين عشان نقدر شنو نواصل بالزمن مباشره شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى اللقاء